لصالح النصر، مرور موجود إلى رزفان اللي عندي كرة في الجهة اليسرى، الخيبر يلعبها عرضية ممتازة، الله هذه كرة ترجع ثاني مرة وصلت للهدف، الله على ملعب الأمير فيصل بن فهد. إذا من الجو يبدأ الحضور في المباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والكرة أولى في الأول، نور الشمس تضج بهم المدرجات الآن في انتظار السهلاوي، يتقدم اشتراك نصر في هذا الموسم، كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء إلى راسية، زين عيد عباس مكان القحطاني، هذه مرتدة الآن عند القحطاني في الجهة اليسار، يلعب كرة عرضية ممتازة